إن اللي يراه هالك إن لجنة دي يسدي أرضي جي قفون أو مسؤول أه أو حش مدله إن اللي يراه هالك أنا لجنة دي يا ول وعي شرفت حلبان كميل بيوضع عيسى وهي لارك على فدي كبرنا هدو كم كنا له هو النبي يسمو وعينا يوم وحلاقة يا بابيش يقدم كون دور نيكوسو أدو تهديد بيشان إسكتنا يسكون دور بساكا جو إيسى أو أي معركة حتى كورم حمدي أي كقيب قاضته هذا هل في صد هل عشر وقصو على سما على والب ما علته دم بي من مياه هل عشر ونهضو صعدا أرض وحكوية ما داحي سها عشر هذا يو كلاس كقصو حاضرة ويعني واتصالها وقوي يري خبر الشر الإنسان بالماشي بقول دولار لقي جناح لهاي وحال لقي جناح على ضفر لي أوس كل حاجة لقي جناح وأنا ليرينا وحال لي هاي سنة الهبل أو شغدي سجدون وعي أو جد وحلو جناحي لا بفرد إنه سن إيمان كري. قف قف أكون مقيم هاي ضد كيسات دارتنا ها أقعدان إن بشرينا ها أقعد توقف والبيلان شقينا بتوماش وين؟ مركها بحرائي هراء وقرنا نفتي سواح وين وما عرفت هذا دبعة كجري مجرتو اللي أنا وايسوع سنجرين أبدورها كدمنا أبدورها دو أقلاد وعلى بحجري أبدورها دو قبيونا قدومي أنا أو قلادن وعلى بحجري مددنا هذه وحي كحرن تاي قفك بحيو مركز صارت أو بحيو كورام لآبا لو عرر وحي وحل وصو قابيي مركز تاس وحان ديه لها وعلى سو كرديي لكن روسات كهورس حبكي لوغر نقمعين وحوينو دبقى مجرين لكن شخصي سنة تاغا عاسيقا لغربا إن واجب كيس قلتو مركي الدان صوغة شانا دان تيس law of you قلب كو اتوانات أو أسيقنا فقرة لباتين إشانات كفر عمي أو آد لوغة ديرابي قلب كان وحان رجينا إن سفي عن law فهمو وحالة صوغ كردي قفك هدي ومقنا هذا سبب الآن جناح بقول دولار إن لقى قاضي وحاولنا لنا يا واجب كهل كان لو جوجو وحل بانك وجوجو إن جناح وحوينه كتر يجرين المسؤولية أسعار قف كاس إنه قلت أي واجب ده ما دام حل بانك وعد ولا هي codkiisa inuu imaado oo kooram ka buuxiyo waa waajib saaran xildhibaankana wuxuu ku wayn karo xildhibaanka dhamada waxa waa lagu sheegay dastuurka waxa lagu sheegay qodobka 59 lagu sheegay in wixii laba kala fadhi ka badan haddu ka maqnaado xubnimada isba waynayo marka xildhibaanku uu ku qasban yahay waa loo baahan yahay لكن إن لي راه ذا بقول دورار على ذا قاعدة أيضا الله شيء إن بقول كان دورار ماشي كوب حيسو إيه حبرع الله سمعي إيه إد بحنيسو إيه حلو قبناي بقول كان دورار على نفط هذا لب إنه أوكيانتو قدون كي إيه إد معمول لهذا لقي على وحلو بعدين يتاس نفط هذا هرت إن ميل سعره حل بانكا واجب كيس إنه قطو وصو حاضره ووح وين وحل بانك هالكوجو إن وحل جاجر يالي رهذا أو تاس هذا ما بقول كذا إن الأوجين هوا هو قالها إن شرفته إن وحي أدميس يعني أم لاينا يا رأي جيجا ما حبونا قبا وعلى سوا حالرا لولن كسياسات إن مركز تبع حل بانك ذل الحريرو أو أي ماذا هدير حل بانك أجندي نفتيس رالك وأهان مكان هذا وعد كيس السياسي أهم استعماله وأرن كله نفط هذا علم هذا أوبا أنت هاي شرعي هذا أوبا أنت ماشي واحد كسر عضب مرة وين هاي سعودان أيضا هو برمان الجوجا ودي الشرعي وقبا إن ماركتي لك هنا على الله هذا وقوق قسمية هاي إن لقانين وقوق قسمية أرن تانو عمرك واحد كجرينا واحد موضع عضو إن حل بعند الشرفتي حل بعند مو يقدونك إمامك أرمهان يريال القاضي نبك كيني دونان إن أي وينان دون تأملينا إن أي هبونان وأمين سنة هاي أرنتاس
guddiga inay dib ugu laabtaan waxaan qabaa ganaaxaan lacageed in laga bixiyo meesha maxay leey lacagta meesha soo gasho oo lacag la qaado oo senatorka laga gooyo waa inay lacagtaas meesha kale gelin leedahay cadda marka mana la cadeyn karo maxay cidna xuquuq ma leh in senatorka lacag laga goosto oo akoonkiisa laga bixiyo lacag uu san asagu aqbalin marka meeshaas lacagta la leeyahay $100 macna gaar ma dhalayso oo xataa uu iska bixin karaa buu kaga tagi karaa haduu fadhiyada uu ka baaqdo marka waxaa igala haboon mushkilada boqolku ay nagu keenaysa markaan qaadnaan aan xalli karayn waxaa ila haboon in la yiraahdo ganaax fadhi laga dhigo maxaa yeelay sharaf waaye qofka waxaa lagala dirira marka saddex fadhi meesha ay leeyihiin wuxuu laba fadhi la leeyahay in saddex fadhi oo isku xigta laga dhigo shan fadhi oo teelteelana laga dhigo xaggaas markaas intaasna ay ka timaado ay ka waajibto in la howahay ou saddex maalmood in laba maalmood oo ganaax oo fadhiyada ay ka yimaadeen example meesha $100 laga ganaaxi lahay waxaa laga ganaaxaa laba fadhi oo isku xiga laga ganaax waana la yeerina waxaa leeyahay senator Hebel oo shaqadiisi gudan waayey awgeed waxaa lagu ganaaxay laba fadhi inuusan imaan karin marka meesha lacagta saasaa loo bedelaa tanaana ku culays badan oo bedelkaas in shirarkii loo diiday dadka loo sheegaa sabab shaqo gudasha la'aan taas waxaan qabaa in saas laga dhigo meesha kale oo kooramka oo 25 laga dhigay ما إلى فعلنا وخلط هي غلط كنت هاي سيدة تستور كان واكو قرنتا فيفت بلاسوان انو اغل كفر ما اغل لدو اي كفر ما مركا فيفت بلاسوان انو واترادة اغل كا او حوا هاي كنتوني افرتا مركا كورم فرم كراه مجرو هدو سن هيلين سيدة لغاتن وحو النظام كاس وحو كون نقونا حتى تستور كو سامينا مركا ميشاس واني سيدة لغاتن نقوتو waxa hadda anaga aan la dirireynana liday ku tahay maal dhaweed waa dhageysanay banaanka dhageysanay Xaaji Muusa si fiican u sharaxay marka xuquuqda oo qofka oo hadda anaga aan yareynayno leenahay 25 ha ku furmo 24 in 25 laga soo reebo macnaheedu waxa waaye 39 qof ayaan ka soo noqonayna marka 39 qof sifo ay isaga maqnaadaan ee koorumka loogu yareeyaa saxma ma dhici karto marka koorumku waa inuu 28 ahaado fadhiyada marka la codeynayana waa in la xaqiijiyaa 28 inay fadhiyaan guddiga joogtada waxaan ognahay dhowr toonin yahay saddexda gudoonka marka laga saaro imisa kale ayaa loo baahan yahay inay wax ka ansixiyaan ma laba xubnood ba mise waa dhammaystiran mise waa haaf mise waa 50% iyo wax lagu daray kaa intaas aan u gudbayaa waxaan rabaa inaan u gudbo kan maanta laga hadlayo oo ah cutubka 4-7 waxaan ka bilaabayaa qodobka 25-aad wuxuu leeyahay senatorkii fasax la'aan ama cududaar la'aan maqnaada laba kulan oo xiriir ah teelteel ah bil gudaheed wuxuu mutaysanayaa ganaax lacageed oo $100 ah waxaana laga baahin doonaa warbaahinta qaranka waxaan isleeyahay kuma saxna sharafta xildhibaanka in la yiraahdo halka in laga naadiyo sidii ardaygii qof weyn oo mas-uul ah oo xushmad leh in la yiraahdo halkaana laga naadinayo waa la waayey sharafta xildhibaanka meel bay uga dhacaysaa sidoo kale $100 in la ganaaxaa wax weyn maaha haddaan $100 maalin kasta iska bixiyo iskaba maqnaado danahayga ganacsiga ee ku maqnaadana shaqadii aqalka dhumaysa wax weyn maaha $100 laakiin waxaa igala haboon in marka hore loo diro digniin 4 mar labaadna digniin qoraal ah marka saddexaadna uu gudoonka uu ka fariisto arintaa waxa ay ka yeelayaan laakiin aan marka horeba la oran $100 oo ganaaxa lagu ganaaxayaa taasidaas aan ka qabaa isla qodobka 25-aad senatorkii u baahda fasax aan caadi ahayn wuxuu marayaa habraaca soo socda gudoomiyaha guddiga uu ka tirsan yahay guddiga xeer-hoosaadka golaha xafiiska habdhowrka aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha waxaan qabaa qofku markuu uu fasax u baahdo inuu toos u abaaro gudoonka laakiin xafiiska habdhowraha iyo gudoomiyaha guddiga uu ka tirsan yahay og in la siiyo oo ogeysiin la siiyo si ay ugu xisaabtamaan
لكن هذه اللي هذا جودة حراساتك عالية ملك الوحدة يوم من يس جودة حراساتك دريالك دريالك حلو عنا ذا جودة حراسات واحد دريال يوم من المعركة حقيقة دريالك سيالة واحد قال إني سكت أيوه وجودة قف مركو فصح دوران يوم إلى هذا قدوميه يحب دورها ويسين هلا سيو قدوم كان فصح هو ديستو إن معركتها أيضاً عقرت كده لنا يسوعه هدي فدقي بقول دور إيتهاي وحلاقة يا وابيش يوم كن دور نيكوسو أدو تهديد بيشان إسكتنا يسكون دور بساقع أو إيسي أو أي معركتها حتى كورم حمدي كقريب قادته لكن وح أصل كوحيتهاي إن حل كلو أو مهمة أو قف كمسؤول كسامينس إن لهلا إن ميديا لقى شيء غوكله إن معركتها واحد مقنع يو إن لكنها مهمة أو أنا لوقت كيسن كلية جناحس مدة كليته أنا ربينا كله حيتها كارم ك وحال يري كارم كمر إيس مركيسن عدين جرين كوي لبعتين سنتر أي معركتها وكفر مايا أيد روح هذا وحامه ده حالة لجرة دي لكن إنه أي كعيارته حضور كي أقل كسر إنه كعيارته لجيابة أو كارمك ودستوري وفيفتي بلاس ون فيفتي بلاس ون ملقو جد بكرة وحاكليه لو بهاي لكن إن لفه فهيه اللي يراد هذا وحن معلم عن نص عطي ضاد حيرهوساتك ضاد مركي كوفر ميسو أكرم كلوب هني لكن هذه ضد أيسي سعطة أو أجندة كلو عصب أن لكانين إن لا يرى هذا إلا يقول لبعتين سنة تروي إيمان كران ضد ويسعون كرتا أيضاً لو أيضاً لكانين كرم أيضاً بحسمينه أو 50 بلاسون أيضاً إيمان ضد ويسعون سعى كرتا وكلو عليه كرا لكن توتالي كوي لبعتين سنة تروي كفر ميسا ومعركة ودمن تأقل كغيب كقاعدة ميسا من قبو mid kale to meeshaan ku qoran waxay tahay qodobka 46 ah oo ka hadlaya asagana markii oo hindi sharciyeedka ka soo gudbo akhrinta koowaad waa in si dhaqso ah loogu gudbiyaa gudiga waa in si dhaqso ah gudiga loogu gudbiyaa iyadoo inay meesh ka baxdaa la rabaa sida oo caadiyan dhacdaba markii ay dood sharciiga oo akhrinta koowaad oo maro gudoomiyaha qaato markay wasaarad ama cidii lehed ay keentay sharciiga akhriso gudoomiya hadalka qaato wuxuuna isla fadhigaas kula wareejiyaa gudigii ku shaqada lahaa marka in si dhaqsiye ah loogu wareejiyo waxay bixinaysaa space gap oo u dhaxeynayo akhrinta koowaad iyo wareejinta gudig lagu wareejinayo ayadana waa muhiim in meesha laga tiro oo la yiraahdo akhrinta koowaad marka uu maro gudiga hore laga wareejinayo in la dhaho lagu cadeeyo aysan farsamo xumo meeshaas ay ka iimaan lacagtu qofka ma xanibto halka lagu soo qoray $100 hata hadii laba laga dhigo hata hadii shan laga dhigo uma leeymayo inay wax ka bedelayso senatorka shaqadiisa iyo xuduurkiisa lacagna mar haday meesha soo gasho hawsheeda yeelanaysa waa mar saddexaadka ee systemkeena maaliyadda bankiga iyo xisaabaadka guud iyo hadaanu qofkii account ka lahaa isagu iska jarin authority qof labaad uu kaga jaraa way adkaanaysa accountkiisa marka taa lafteeduna waxay حق عقبات ده شقدي عقبات كنا قلنا يساعي كويرات كان يساع حلاقي يا بعيني جنوين كي مشاهرات كي ودي بدعوة كل دقة هذه لا سيستم كله يصير هذا ما لين ده ويدا إنه العكتر إني واركيس إني تي قلايس أنا قد عضي يهول إنه كل عضي وكانت أنا إندي بنو جاي رفيق روان قبعة أو سيدي و سنة تقدر شيء جاي بالله قد يقو فديه أو كله فدي اللي هو كناحه فكر نوع عاصين لجوب بدلو خلك العقته قدر كلام مهم كه وحوي هل كان ثابنا يا وا كورم كين محو كوجن ثمايا فديه ديل كنتني أفر بينه نهاي إلا هذا كنتني أفر تي سنتر أقل كان مالنتي كواد إلى داريا وجودن بيسي إنه صح حاضر markaa inaynu haddana 21 marayno runtii waxay muujinaysaa inay ayaan darro iyo mas'uuliyad darro ay tahay marka su'aalahaas aanu u baahanahay inaynu isweydiino inaynu dib u guurno ma aha haddana maanta 28 ka guurno gudoomiye iyo sanatarada sharafta lahowba
waxa hubaala lix bilood kadibna inaan u guureyno 14 laana marka 22 kii la waayo in haddana dib loo noqonayo aniga waxaan qabaa in sida dastuuriga 50+1 lagu hayo 28 laakiin su'aal la isweydiiyo muhiim ah macallin baan ahay waxa macallinimadan ka garanayaa ardayga haddii hal xisad hal cashar ugu soo celiso maalin walba maalinta dambe iman mayo hal cashar haduu socdo ardaygu wuxuu ku yimaadaa xiisaha casharada ayuu klaaska ku soo xaadiraa waa yacni waa tusaalaha ugu yaree waxbarashada mas-uuliyadda iyo xildhibaanimada iyo tanina waxay timaadaa shaqada golaha ayay ku xidhan tahay in senatorku yimaado golaha ajendaha ka socdaa intuu leeg yahay intuu miisaan leeg yahay baa imanaysa guddoomiye iyo senatarro haddii aynaan hal abuur samaynin oo aynaan doodo qaran abuurin oo shacabku rajay inaga qabaane rajadooda aynaan halkan ka abuurin sidee senatarradu maxay samaynayaan maalin walba waxaynu ka shaqaynaa xeer golaha shacabku soo burburiyeen burburiyeen oo ku soo ciyaareen oo soo dileen dabadeedna intuu golaha wasiirada soo maray golaha shacabka soo maray dabadeedna inta halkan laynoogu keenay la yidhi waxba ha ka bedelina sidiisa sidiisa ku ansixiya ayaynu maalin kasta isugu nimaadnaa waxaan qabaa inaynu halkaa ka gudubno golaheennu noqdo golaha doodaha qaranku ka socdaan arrimo waaweyn baa jira dalka siyaasado amni baa jira siyaasado heshiisyaa jira siyaasado faragelin caalamiya baa jirta siyaasado dhaqaalaha jirta si 100 hawlood oo aynu ka doodi karno oo senatarka maqan xitaa intuu islaado golahaagi dood baa ka socotaa uu soo xiisayn karo iman karo ka qayb qaadan karo ayaynu abuuri karnaa laakiin kalaas maalin walba 10 hore lagu noqonayo waxaan qabaa in laga gudbo oo aynu golaha xiiso u yeelno golaha xamaasad u yeelno golahana hal abuur aynu u yeelno ta soo gelista sometimes golayaasha dunida oo dhan way ka dhacdaa bilmasal ajendaba maanta yaala waxaan rabaaba ajendaha inaan maanta lagaba doodin anigoo fadhiya ayaanan saxiixaynin way dhacdaa anigoo fadhiyaba halkan fadhiya ayaa waxaan rabaa maanta inaanu koorumku buuxsamin ba marka ma $100 baa laga jaraya qofka waa siyaasad because golahaynu ka shaqeynaa ma aha golo khayri ah waa golo siyaasadeed siyaasadda maalinta meesha lagu hayo haddana waafaqsanayn haddaan rabo halkaa fadhiga fadhiisanaya si aan koorumku u buuxsamin aan saxiixin marka waxyaabahan in guddiga xeer hoosaadku dib ugu noqoto ay ogaadaan golahani inaanu ahayn golo iskoole inuu yahay golo siyaasadeed taana waan qabaa waxaan ku celinayaa uun si ay hawshu aqalku aan idin xusuusiye waqti badan inooma harsana maxay noo haray sanad iyo 8 bilood intaa inoo dhiman aan shaqo qabanno aan fadhiga ka kacno jiilka dambe iyo senatarada inay bedeli doonaaba waxay ku dayan doonaan maxaa qabateena golihii hore muxuu ahaa marka aad iyo aad baa u mahadsantiin mar kalena waan u mahadcelinayaa guddiga xeerhoosaadka waan ku mahadsanyihin shaqada waxyaabaha keenaya marka in xeerhoosaadkan dib yeesh lagu sameeyey waxay tahay 27 sanatar oo waqtigooda soo horay juhdi soo geliyey inay imaadaan aqalkan hal qof keliya inuu koorumkii u baaqdo iyadoo dood keliya ay jirto iyada nafteeda nasiib daro kale waay dhanka kale markii laga fiiriyey haddii la yidhaahda fasax hadda dad baa ka doodaya hal la fududayn lahay guddoon keliya lagu ekeyaan lahay haddii maalin wal qof la iska fasaxo uu fasax yahay bisaal iska dhigo ninkan tuu maqan soo maqanya telefon guddoomiye soo diray guddoomiye maqanahaye adaan fasax ka qaatay ugu yiraahdo saasuu ku maqnaa nafteeda waxay noqonaysaa dhibaato kale waay marka waxaan qabaa in senatarada horta xeerhoosaadka anagu noo yaala waxaan isku maamulayna waa idinkaa laynka rabaa waad adkaysan kartid waan fudaysan kartid laakiin kulama shuruuda maartii tayo loo yeelo la adkeeyo waxaan qabaa inay shaqada sii fiicnaan karto marka horta kan go-aankiisa idinku u yaalaa idinkuna hor yaalaa inaad wax ka bedeshaan waxaanu kusoo kordhisaan laakiin waxaa loo baahan yahay habsamsaadku garaa sharafteena inaan ilaal haddii 27 sanatar ay soo kalaado subax inta yimaado
lawatan itu bakal lah makan tay. Makua saya sunan teki mana yang korang yang firman dan ada tu aman tuan kegarai. Mesmahan semena dolar soang kor hewan kor kuda skiji rada harusok itu dua tiga soat. Anshel lama semena aman tokel. Dolar an amal. Ada saat tu han iman ni han sokel ni agak kan. Kini orang segala ku sokel. Mungkin firman berkini lujur. Sen sahmin kini lujur han kami lawatan tuan sebentar nujur. Hal kafah han suri la leh salah garai. Saya dokter nafas suat. Agaknya asam ini kesan ugut bilang seratus orang kalian kerana hal asal terjadi kalau hak betul kalian kalau hak sukar ini kerana syariat diksetin way. Masuliyah dokter tukaf kesalahan sesara. Tukaf ki senat terkali suat dokter hadi usag masuliyah disesari way. Akal ki nasi udal ku ushakaya ya danihi datka ya ushakaya in akal ki uformana masu muhim tahay. Imasha dina tukaf mana walbelo ya rayo. Ia kawan, mit kawan mau bercerita lah. In mana kostal ira sama terkoram ke kali buhi. Ia itu adalah ekwan. Hasil jadi naya in wah bawa nala skurai. Hadi in area nala dia, lagt nala dia, wah akal kiu safarin. Anu wah kawa, wah wal wah lagu syakaya jero. Hei ada hadulah dah. Wahil ini wah aku syakaya antar kasoh haga. Oh nala wah hisabio. إن مدام هي هذا الدولة دوكم دي عقل كسرانها حسوا جيدين لها إن ليري قف كي مقنعه قف كي كم مقيه هاي ضد كي صوت دورتنا ها أقعدان إن بشهينا ها أقعد توقف والبيلان شقينا بتوماش ويني أنا حسوا جيدين ها إن ليريو إن لديدنا ما إن ليريو هاي والنفس كم مقيه هاي والنفس حكومة مقنع فصح أنا وحي نقطة إن هبراع إسوا دياريين إن جدي جن حيرها صادكا أه استأنس كلام رأي إن جدي كاستوقف كي كبح أي جدانيه وأش هذا ورقة صقرة كدي لو جد بيا إن حراس إن جدي الحراسات كا لو جد بيا حفيز كابدار كا جدانيه صحيح كدي ما كو جدانيه صحيح على ذي كرقف كسفز حكومة قيا إن واحد كلو صوت جدنا يا إن واحد جرت أنا قب مدام جدي كان على الشقيين هادنا meelaha qaar kood een qodobkan qodobka afartanaad faqradiisa koowaad page kiisan idii shee qodobka afartanaad faqradiisa koowaad ee ka hadlaya سنتردي حبناها جدي جم حقاتين حبني سنترك بدله ما كسنترد اللي راه مع وحكوجرة مع الجدون كوجرة لكن حبناها إن لو سعيدي عن السوء جيدنا يا إتكلى وعن كأهين سنتردا إيش قاله يا وحلاك دقي سدوا كلا إري إذا حبناها وحلاك بدله سنتردا ما كإن لو سوء اللي حبني عن قبعة مالك تصور حادثتي ما هي سنتردا مقن ay dhacdo email iyo mise whatsapp ay noqoto in marku kulanka dhamaadaba wixii ka dib ay qof kasto oo maqan uu helo email leeyahay senator waad maqan tahay fadhigina waad ka maqnayd ee maantana waxa weeyay waxay ahay taariikhda de maalintaasi sida awgeed hadaan de cudurdaar aadan ku maqnayn waxa laga codsanayaa fadhigina soo xadirtid kadib labo ilaa iyo saddex jeer هذو مقنعه أو إيميله داسي أيقول دعان إيميله ده نقدان أوتوماتيك إنت تماده إيه إنت مقن أو نيك مقن مركو أركلا إن إيميل أصله دعي وحدريم يا علاس يو أرين زيادة وحن قبى إنه إنت هكوا أنا قاعدن كرو وكسو حاضر كرو هذو ده قاعد كادو أو ودي وسن إيمان سنة تركي إن قطب بدي وسويش دي ولاك سنة تركي قري عبد الحمد لحرو ومرو بان قبى إنت أيان ليلها إن بدنا نود يرادين سنة ثلاثة نوال لقبا